السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر الأحد السابع من شهر يوليو، اليوم 75 بعد 200 لهذا العدوان الصهيوني الأمريكي المتواصل على قطاع غزة. مستمرون مع غزة، ونعرج اليوم على الموقف السعودي. بعد 42 يوما من آخر ظهور له، أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام يؤكد أن قدرة المقاومة على القتال والصمود باتت أكبر، وأن القدرات البشرية لكتائب القسام بخير، وأن فصائل المقاومة تستطيع مواصلة القتال طويلا، وأن لا خيار أمام المحتل غير المغادرة الكاملة للقطاع. وقال إن ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى بات ألعوبة بيد نتنياهو لإرضاء من أسماهم أبو عبيدة صعاليك حكومة نتنياهو. في الأثناء، السعودية تعلن على لسان وزير خارجيتها دعمها لنشر قوة دولية في قطاع غزة بقرار أممي يهدف إلى دعم السلطة الفلسطينية، هذا وفق كلام وزير الخارجية السعودي. هل السعودية بهذا الموقف تدعم الشعب الفلسطيني؟ أم تتجاوب مع ما تطرحه واشنطن لمرحلة ما بعد الحرب؟ سؤال رئيسي في ساعتنا الأولى. الساعة الثانية نخصصها الليلة إلى لملف جنوب لبنان والحرب هناك الدائرة بين كيان الاحتلال والمقاومة اللبنانية. تصعيد ملحوظ على طرفي الحدود عقب سلسلة اغتيالات لعدد من قادة حزب الله. حزب الله يقصف كيان الاحتلال بمئات الصواريخ وعشرات المسيرات، هذا فقط منذ الأربعاء الماضي. الحزب يهدد بمهاجمة مواقع جديدة للمحتل في إشارة إلى توسيع دائرة الاستهداف. وتعرفون بأن الاشتباك محكوم بضوابط معينة ويتسع شيئا فشيئا من الطرفين. لكن السؤال في ساعتنا الثانية، هل يخشى الاحتلال توسيع الحرب؟ إذا لم يكن يخشى توسيع الحرب، فلماذا اشتباكه مع حزب الله ما زال محسوبا ومحدودا، رغم أن المحتل دائما يقول بأنه لا يسمح بمن يستهدفه بهذه القوة النارية العالية، ولهذا شن هجومه الواسع على 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 غزة؟ لماذا الآن في الصراع مع حزب الله يبدو الاشتباك إلى حد الآن على الأقل محدود؟ هل المحتل يخشى في داخله من معركة حامية الوطيس مع حزب الله؟ سنترك هذا السؤال للساعة الثانية، ولكن دعونا نبدأ بموضوعنا الأول، غزة والمملكة العربية السعودية، وموضوع نشر قوات دولية في قطاع غزة كما تقول المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي ترفضه الفصائل الفلسطينية رفضا قاطعا. أهلا بكم. كشفت وزارة الصحة في غزة اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي تجاوز 38 ألف شهيد مع دخول اليوم 75 بعد 200 من الحرب. بحسب بيان وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا إلى 38,153 شهيدا وقرابة 88,000 مصاب، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. أضافت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الساعات 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 55 شهيد و 123 مصابا.
من جهة ثانية أكدت فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطينية رفضها الشديد لأي تصريحات أو خطط تدعم نشر أي قوات أجنبية في قطاع غزة. وطالبت الفصائل في بيان لها أمس من وصفتهم بالأشقاء العرب بالعمل الجاد على وقف الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني ومقدراته ومقدساته، ورفض ومواجهة أي مقترحات من شأنها الانتقاص من حقوقه وكرامته وسيادته على أرضه. وعدت فصائل العمل الوطني الفلسطينية أن تواجد أي قوة دولية داخل قطاع غزة هو شكل من أشكال الاحتلال وفرض الوصاية، وهو الأمر الذي ترفضه رفضا تاما. ودعت الفصائل إلى تبني الموقف الفلسطيني المطالب بانسحاب الاحتلال الكامل وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل كامل حقوقه المشروعة وحقه في تقرير مصيره. وسبق أن عبرت حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولجان المقاومة في بيانات منفصلة عن رفضها لأي حديث عن نشر قوات دولية في قطاع غزة، مشددة على أن مستقبل القطاع وشكله وشكل القطاع يقرره الشعب الفلسطيني. يأتي هذا البيان القاطع إثر تصريحات لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في وقت متأخر من مساء الخميس في جلسة نقاش خلال اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد تحت عنوان الحروب وحروب الظل، ما هي خيارات أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط. أكد الوزير السعودي في تلك الجلسة أن المملكة تدعم نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي مهمتها دعم السلطة الفلسطينية وفق قوله. وأضاف وزير الخارجية السعودية أن السلطة الفلسطينية يمكنها تولي المسؤولية خصوصا في مجال الخدمات المدنية، لكنها بحاجة إلى دعم من القوات الدولية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه من المهم أن يكون الوضع الأمني في غزة تحت السيطرة من قبل جهات يمكن الثقة بها وفق قول الوزير السعودي. السؤال عندما يقول موافقة السعودية على نشر قوات دولية في القطاع، رغم أن الفصائل معلوم موقفها ليس فقط إثر بيان يوم أمس، ولكن هناك بيانات سابقة ترفض فيها الفصائل الفلسطينية نشر قوات دولية في القطاع، ثم ماذا يعني بوجود قطاع غزة تحت السيطرة بعد الحرب؟ ماذا يعني بذلك؟ لماذا لا تلتفت السعودية لموقف الفصائل الفلسطينية وتركز على ضرورة رحيل المحتل، وهذا هو المطلب الفلسطيني الأصيل؟ هل تقف السعودية بهذا الموقف عونا للفلسطينيين، أم تعمل على تنفيذ رغبات واشنطن وتل أبيب كما يقول البعض؟ نذكر بأنه كلاهما واشنطن وتل أبيب يتحدثان على مرحلة ما بعد الحرب، يعني عقولهم مرعوبة من هذه المسألة، وكأنه قطاع غزة سيصبح شيء آخر ما بعد العدوان، له شعبه وهناك حكومة أيضا قائمة في قطاع غزة وهناك كفاءات تستطيع أن تتولى الأمر متى ما يعني انتهت هذه الحرب، وإن كان عمل الحكومة لم يتوقف حتى في ظل هذا العدوان. على كل حال سنتحول بهذه الأسئلة بعد قليل للجمهور، لمن يود أن يشارك معنا بالرأي والتعليق، وسيكون معنا بعد قليل أيضا ضيف حلقتنا الأستاذ عبد الله العلمي الكاتب والباحث السعودي من الرياض. دعونا نتابع بعض مما ذكره أبو عبيدة الناصق باسم كتائب القسام في ظهوره اليوم بعد أكثر من 40 يوم من آخر ظهور له، يتحدث بأنه المقاومة تخوض هذه الحرب، والمقاومة وهذا الصمود الأسطوري، بدون دعم خارجي، والحقيقة أنه لم تتجرأ أي دولة عربية أو إسلامية لتقديم يد العون. نتابع. 9 أشهر وما كلت مقاومتنا ولا لانت ولا استكانت، إذ لازلنا نقاتل في غزة بلا دعم ولا إمداد خارجي بالسلاح والعتاد، ولا زال شعبنا يصمد بلا غذاء ولا ماء ولا دواء، وتحت حرب إبادة مجرمة ظالمة لتدخل غزة التاريخ من أوسع أبواب المجد
كأعظم نموذج حرية عرفته البشرية في العصر الحديث، وكمدرسة ملهمة لكل حر ومقاوم وإنسان في العالم. يا أهلنا، يا شعبنا، يا أمتنا، يا كل أحرار العالم، يقاتل مجاهدون ومقاومو شعبنا قتالاً ملحمياً منذ 9 شهور، ويكسرون أهداف العدو، ويقهرون جيشه المدجج بالسلاح والعتاد والمغطى بالنار من البر والبحر والجو، والمدعوم من الولايات المتحدة وبريطانيا شريكا العدوان والإبادة. سنعود للمزيد من المقاطع من كلام أبو عبيدة، وكما قلت بأنه هذا أول ظهور له منذ أكثر من 40 يوم، وسنفتح طبعا المجال لتعليقاتكم ومداخلاتكم. ولكن في البداية نرحب كالعادة بضيف حلقتنا، نرحب بالأستاذ عبد الله العلمي الكاتب والباحث السعودي من الرياض. سيد العلمي، مساء الخير. نود توضيح أكثر لتصريحات السيد وزير الخارجية السعودي فيما يتعلق بموافقة المملكة نشر قوات دولية في قطاع غزة بعد الحرب. مساء النور، أشكركم على الاستضافة. أهلا بكم. صحيح، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان واضح جدا بالنسبة لموضوع غزة، وقال أن السعودية تدعم نشر قوة دولية في غزة، وأيضا أنه لا يمكن السماح لانتهاك القانون الدولي في غزة. يعني يجب أن نتذكر أن هذه ليست هي الموضوع الوحيد الذي تبحثه السعودية الآن في هذه المنطقة من العالم، لأن الأمير فيصل بن فرحان أيضا قال أننا يعني لا نرى مؤشر على وقف النار في غزة ولا حتى أفق سياسي بشأن لبنان. هذا التصريح طبعا هام جدا، لأنه يعني يضيف لبنة أخرى إلى أن قد يكون هناك احتمال المزيد من التصعيد، وأن يعني طبعا هو يحاول أن يقول أنه يجب تجنب هذا التصعيد. بن فرحان في عدة مرات أكد دعم الرياض، دعم المملكة العربية السعودية لنشر قوة دولية في غزة، ولكن أن تكون بقرار من الأمم المتحدة. نعم، لكن سيد العلمي، هذا الموقف حيال غزة فيما يتعلق بنشر قوات دولية، هو تحول في الموقف السعودي أم هذا هو الموقف السعودي الأصيل، على الأقل حتى نفهم أكثر؟ عفوا، إذا سمحت تعيد السؤال، كان الصوت يتقطع. نعم الصوت، نعم بالكاد الحقيقة هناك تشوش في الصوت، ولكن نحاول الاستمرار في هذا الحوار. أردت أن أعرف هل ما ورد على لسان السيد وزير الخارجية في مدريد فيما يتعلق بنشر قوات دولية في غزة يعتبر تحول في موقف المملكة أم هو تأكيد لموقف سابق؟ أنا أبدا، هو تأكيد لموقف سابق. احتمالا هذه المرة كان التصريح واضح جدا بالنسبة لموضوع غزة، كما هو الوضع كان يعني واضح جدا بالنسبة لرأي المملكة العربية السعودية في مواضيع أخرى حول العالم. الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، التكهنات حول حكومة الرئيس الإيراني، إلى اليوم السعودية تصرح بكل وضوح حول هذه المواضيع، خصف إسرائيل لجنوب لبنان مثلا، تمسك بايدن أو عدم تمسكه بترشيحه يعني لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. بس عودة إلى موضوع غزة، الآن يعني مر 9 أشهر على حرب غزة ولا يعني نرى بصيص من الأمل. الوضع في أوكرانيا يتأزم، الوضع في السودان يتأزم، هناك تطورات كثيرة اليوم تحصل في العالم المملكة العربية السعودية تجاريها ساعة بساعة. لديك سيدي الكريم رئيس وزراء جديد في بريطانيا،
السيد كير ستارمر هو رئيس حزب العمال. لديك الآن مواضيع أخرى، توسع الحرب في لبنان مثلا، السعودية لها الحق أننا قلقون في خطر توسع الحرب في لبنان من غزة إلى لبنان ولا سمح الله إلى أماكن أخرى. فهذه كلها المواضيع تدور في حلقة النقاش الدائرة في مدريد، ولا أمل أن تنتهي على خير إن شاء الله في جميع تلك الدول. طيب يعني هل 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 نفهم من هذا أيضا سيد العلمي بأن السعودية إذا ما طلب منها أيضا إرسال عدد من قواتها مستعدة لذلك ضمن هذه القوة الدولية؟ هذا الموضوع يعني يترك إلى قرار من حكومة المملكة العربية السعودية، وأنا لا أتحدث باسم المملكة وربما الرأي فقط، أما أقرأه يعني في الأخبار المحلية والأخبار العالمية. ولكن المملكة العربية السعودية على لسان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أؤكد دعم الرياض لنشر قوة دولية في غزة بقرار من الأمم المتحدة. ليس هكذا هذا، يعني ليس هكذا قرار بدون أي تفكير أو بدون، يجب أن يكون قوة دولية ويجب أن تكون بقرار من الأمم المتحدة. الآن هل سترسل السعودية أو لا ترسل دعم لهذه القوة؟ هذا يعود طبعا للمملكة العربية السعودية في المرحلة القادمة. طيب الفصائل سيد عبد الله العلمي، الفصائل الفلسطينية أصدرت بيان يوم أمس السبت أكدت فيه مجددا رفضها نشر أي قوات دولية في القطاع بعد الحرب، وأن أي قوات يتم نشرها ستعتبر قوات احتلال. والحقيقة ليست المرة الأولى التي تصدر فيها بعض الفصائل مثل هذه البيانات، بينها حركة حماس ولجان المقاومة وغيرها. هل السعودية على اطلاع على هذه البيانات؟ القضاء عن هذه البيانات، ولكن طبعا للمملكة الحق الكامل في تفهم وعدم تفهم هذه التصريحات، ولكن هو رأي في نهاية الأمر، هو رأي مجموعة معينة في حماس أو في غير حماس، وهو يعود لهذه الحركة. الآن جابة تحديدا على سؤالكم، كيف تتصرف المملكة العربية السعودية بالنسبة لهذا الموضوع؟ المملكة إلى الآن يعني لا يهمها كثيرا أن ترد على تصريحات من مجموعات معينة. الموضوع ليس بين دول، الموضوع هو عبارة عن تصريح من مجموعة معينة في فلسطين تطالب بهذا الشيء، وهذا طبعا يعود في نهاية الأمر إلى حكومة فلسطين الممثلة في السيد عباس، هو رئيس هذه المنظمة حاليا، وإلى الآن لم يصدر أي شيء عن المملكة لتأكيد أو نفي أو عدم تأكيد أو عدم تأكيد هذه المهمة. على كل حال سيد عبد الله العلمي، فقط يعني إضافة لما أشرت حضرتك، يعني هذه المجموعات المعينة أيضا تمثل الشرعية، لأن تعرف بأن هذه الحكومة هي لم تأتي من الظل، هي من يقودها حركة حماس، فازت في انتخابات، شهد العالم بنزاهتها، وهذه الحكومة تدير شؤون القطاع، وإن كان هناك خلاف طبعا ما بين الضفة وغزة نعلمهم جميعا ونعلم أسبابه وتداعياته. فيما يتعلق ب تصريحات السيد وزير الخارجية السعودي، تأتي الحقيقة في فترة يزداد فيها زخم المفاوضات المتعلقة كما تعلم بجهود وقف الحرب والتوصل إلى 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 تهدئة وتبادل الأسرى وما إلى ذلك. هذه الرسالة أو ما صرح به السيد وزير الخارجية، أي رسالة يرسل بها في هذا الوقت لمختلف الأطراف المتفاوض الآن؟ نعم، معالي وزير الخارجية كان واضحا، وخاصة اليوم الخميس في 4 يوليو في الاجتماع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد، الوزير السعودي أعرب عن قلقه من بعض الأمور، بعض توسع المشاكل، توسع النزاعات في المنطقة، وحدد هو من توسع الحرب في لبنان مثلا. كلنا يعني نشعر
أن يعني لا يجب أن تقوم إسرائيل أو غير إسرائيل بتوسيع الحرب بضرب مواقع معينة في لبنان. هي إسرائيل تحاول الآن أن يعني تقضي على غزة مدنيين وكبلد كدولة، عفوا ليس كدولة ولكن كمنطقة، بأنه لا يوجد أفق سياسي. فأما بالنسبة إلى لبنان يعني هناك أيضا تصعيد في الأمور، ويجب أن نتجنب هذا التصعيد. الوزير فرحان كان واضحا أن الرياض تدعم قوة دولية في غزة، أريد النقطة التي ذكرتها سابقا، على أن تكون بقرار من الأمم المتحدة. المملكة العربية السعودية لن تتقدم بنفسها هكذا مفردة لأن يعني تحل محل قوة من الأمم المتحدة أو أن تحاول أن تفرض السلام في منطقة غزة. هذا يجب أن يكون بقرار من الأمم المتحدة. طيب في هذا السياق بين قوسين سيد العالمي، هل السعودية ترفض عودة حماس إلى إدارة شؤون القطاع بعد الحرب كما يشترط المحتل الصهيوني وأيضا الإدارة الأمريكية، لأنه كلاهما يشترط يعني عدم عودة حماس إلى إدارة القطاع؟ هل الرياض بهذا التصريح ربما تقترب من هذا الموقف؟ يعني الرياض عادة تكون واضحة في تصريحاتها، ولا يكون هناك أي شيء يعني إذن أو يعني مخبى بين الأحرف. المملكة العربية السعودية دعمت نشر قوات دولية، لكنها لم تصرح بصريح العبارة، لم تقل صريح العبارة إلى الآن على الأقل أن حماس أو غير حماس. هذه فصائل متنازعة فيما بينها، هذا شأن فلسطيني داخلي. ولا يعني المملكة العربية السعودية كما تعلمون لا تتدخل في الأمور الداخلية للمنظمات أو للدول. نحن طبعا قلقون، السعودية طبعا قلقة من الأوضاع في غزة وتدعم نشر قوات في غزة، ولكن أن تكون قوات دولية وأيضا مرة أخرى أكرر بقرار من الأمم المتحدة. ولكن السعودية ليس من عادتها أن تدعم فصيل ضد فصيل آخر أو مجموعة ضد مجموعة أخرى. المملكة العربية السعودية كما تعلمون تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية، ولكن أي أمور أخرى تتعلق بالنزاع الحاصل الآن في فلسطين هذا يجب حله كما ذكرت في بقرار من الأمم المتحدة. أختم معك سيد العالمي، وخصوصا بما تمثله بلاد الحرمين، يعني بلاد مهبط الرسالة ومهبط الوحي ومحج يعني ملايين المسلمين سنويا. يعني ما يقوم به الفلسطينيون اليوم هو جهاد، هو دفاع ضد عدو مغتصب مجرم اقتحم بيوتهم ودمر يعني هذه البيوت وقتل وشرد، وبالتالي ما يقوم به الفلسطينيون اليوم هو جهاد يعني مشروع، إن يعني إنجاز أن نعطي هذا التوصيف بالذات. طيب في هذا السياق، هل ما يقوم به الفلسطينيون اليوم في غزة يدفع ربما السعودية في قادم الأيام إلى مراجعة علاقاتها مع هذه الفصائل، على اعتبار نذكر بأنه وهذا ليس سرا العلاقة السعودية ربما مع بعض حركات العمل الوطني الفلسطيني ليست على ما يرام؟ وأيضا الشق الثاني من السؤال، هل السعودية أيضا قد تراجع تصريحاتها السابقة فيما يتعلق بإمكانية التطبيع مع المحتل مهما كانت الشروط؟ بالنسبة للجزء الأول من سؤالك، هل السعودية قلقة؟ السعودية يعني قالت رأيها بكل وضوح وبكل صراحة أن لها الحق، يعني أننا قلقون، أن السعودية قلقة من خطر توسع الحرب في أي مكان في العالم، سيما في غزة وفي لبنان. السعودية كانت أوضح عندما قالت أنه لا يمكن السماح بانتهاك القانون الدولي في غزة، يعني لا توجد عبارة أكثر من هذه صراحة. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، بالنسبة للتراجع،
هذه الأمور طبعا كما تعلم سيد الكريم ويعلم السادة والسيدات المستمعين أن هذه الأمور طبعا تظل في ملفات النقاشات وملفات اللقاءات وملفات الاجتماعات بين الدول التي يعني تحاول التوصل إلى قرار نهائي. لا نعلم إلى الآن ولا يعني تظهر ولم تظهر أي إشارة إلى أن يكون هناك تراجع أو غير تراجع. المملكة لن تتراجع مطلقا عن دعم منظمة التحرير الفلسطينية في غزة. المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تسمح بانتهاك القانون الدولي في غزة أو في غير الدولة في غزة. المملكة العربية السعودية أعربت عن قلقها في عدة مرات من توسع الحرب على غزة، ولكن للأسف الشديد لا يوجد أفق سياسي، لا يوجد أفق سياسي إلى الآن، ولا يوجد حتى مؤشر على وقف إطلاق النار مع التعنت الإسرائيلي ومع الصف الإسرائيلي بهذا الشأن. السيد عبد الله العلمي الكاتب والباحث السعودي كنت معنا من الرياض، أشكرك جزيل الشكر. نتحول الآن بإفادات ضيفنا وأيضا لهذا الجمهور وأيضا لمن لديه طبعا إضافة أو تعليق أو ربما إشارة إلى نقطة لم نعرضها في هذه المقدمة فليتفضل. نبدأ بأحمد بن إسبانيا. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام. أخي صالح إن سمحت لي أريد أن أوجه كلمة إلى ضيوف قناة الحوار الكرام، ونحن نحترمهم ونقدرهم، وإننا جامدون أمام التلفزيون ننتظر هذه الساعات لنسمع فيها كلاما يشد من عضد المقاومة وكلاما حقيقيا، أما وإن أن يكون الضيف خائفا نحن نقدر ذلك أو فلا يسوق للمغالطات ولا يخلط الأمور ولا يتهم المقاومة بأنها فصائل متناحرة. نحن نعلم أن المقاومة في فلسطين والحركات المقاومة في فلسطين يد واحدة، حتى من حركة فتح هناك مقاومين، حتى من جبهة الديمقراطية نعم هناك صراع سياسي من محمود عباس وجماعة الدحلان، ولكن هذا سببه الإماراتيين والسعوديين. حتى لا نكون واضحين مع بعضنا، حتى لا يقول الضيف الكريم أن المملكة العربية السعودية لا تدعم طرف دون طرف، وهم يدعمون حاجة. باختصار يا أحمد رجاء باختصار يعني بدون استفاضة، هات من الآخر يا أخي الكريم. هذا ما أردت أن أقوله لك، هذا ما أردت أن أقوله. أشكرك أحمد، إذن وصلت الفكرة، شكرا لك أحمد. رياض من ليبيا. رياض من ليبيا. أين أنت يا رياض للمرة الرابعة؟ طيب ننتقل بإمكان رياض إعادة الاتصال، ننتقل يا أبو سامر. مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام يا أبو سامر. استمعت لموقف وزير الخارجية السعودي بموافقة السعودية أو تأييدها نشر قوات دولية في قطاع غزة بعد العدوان، برأيك يعني هذا الموقف بالتأكيد لن يرضي الفصائل الفلسطينية على اعتبار بأنها أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية رفضها نشر أي قوات دولية، لماذا السعودية ترى مثل هذا أو تطرح مثل هذا الرأي برأيك؟ والله يا أستاذ صالح يعني إحنا كشعب فلسطيني يعني ما تجربتنا مع الدول العربية وحتى بدنا نقول ممكن الإسلامية، والله يا أستاذ صالح دائما مواقفهم للأسف يعني غير مشرفة. وفيصل ابن فرحان اللي قاعد بيحكي طب ما الحرب لها 9 أشهر، يعني أمريكا وأوروبا بعتوا مئات الطائرات دعم لإسرائيل على كافة المستويات. طيب قد يعني لو, 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 لو أردنا إحسان الظن يا أبو سامر، قد يقول قائل من المملكة نحن والله نريد نشر قوات دولية حفظا لأرواح الفلسطينيين بعد العدوان ومنعا للفوضى كما 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 تقول بعض الجهات الأمريكية، هل ترى هذا حرص حقيقي
على غزة وأرواح الفلسطينيين، أم هو تساوق ربما وتناغم مع الرغبة الأمريكية؟ والله يا أستاذ صالح، أي واحد، أي دولة، أي مسؤول عربي تحت المظلة الأمريكية وبدي يطبع مع إسرائيل، اوعى عمرك تحسن الظن فيه. هذا ما تحسن الظن فيه، هذا في الدين وفي الشرع زيه زي الأمريكي زي الإسرائيلي. أنت جاي بدك تجيب لي قوات دولية وبعد ما أهل غزة اتدبحوا وتدمروا، طب وين كنت لك 9 أشهر وعندك كل الإمكانيات تدعم؟ بدناش تدعم بالسلاح، ادعم يا سيدي العزيز بالمال، دخل مساعدات. انت جاي بدك تنظر علي وتقول قوات دولية مش قوات دولية؟ احنا ما بدنا حدا ينظر علينا، انت كنت بعيد من اولها، خليك بعيد من الاخر، ما حدا يتدخل ويقول نشر قوات. وانت بصفتك ايش قاعد تقترح؟ انا ما بدنا حدا، انت بانك عربي ومسلم زيك، انت من الاساس لازم توقف معي، ما تكونش محايد. شكرا لك ابو سامر، اشكرك، شكرا لك. هو يعني ضيفنا ربما رفض أن يتحدث باسم الوزير أو باسم الحكومة، قال أنا أتحدث بموقفي الشخصي وله الحق في ذلك بالطبع، وهذا مفهوم. عندما سألته هل السعودية مستعدة لإرسال قوات سعودية ضمن أي قوات دولية إلى غزة، قال أنا هذا الأمر طبعا ليس أنا من يجيب عليه، الجهات المعنية، الجهات الرسمية، وفي حينها يطرح الموضوع. لكن أنا أعتقد ما دامت السعودية تطرح هذه الفكرة بالتأكيد مستعدة لإرسال قوات ضمن أي قوات دولية. طيب اللي مستعد يرسل قوات ضمن قوات دولية، لماذا لم يبادر لإرسال قوات الآن من باب النصرة؟ من باب النصرة الأمريكي يذهب إلى فلسطين المحتلة ويقف مع هذا المحتل المجرم بالسلاح وبالعتاد وبالمعلومات المخابراتية، دول أخرى ترسل طائرات. على فكرة أنتم ما تتصوروا، لأنهم يضحكوا علينا الغربيين، يقول لك لا نحن ما عندنا، ما أرسلنا شيء. لا 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 لا، اللي أرسل طائرة وكأنه أرسل كتيبة من البشر، لأن الطائرة هذه تكفي، طائرات بريطانية تجوب سماء غزة تلتقط أي معلومة وتعطيها للصهاينة، هذه مش كتائب، هذه تضاهي كتائب على الأرض. أنت أيها السعودي إذا مستعد إرسال قوات دولية، لماذا لم تهدد الآن أو ترسل قوات تقول تقف مع أهلنا في غزة للدفاع عن أهلنا في غزة إذا كنت فاعلاً؟ أما أنك الآن تدس أرضك في التراب أو تدس رأسك في التراب كالنعام، وبعدين لما أمريكا تغني وتضرب على هذا الوتر وتقول نرسل قوات في محاولة للسيطرة على القطاع بعد العدوان، تقول أنت والله مستعدين لإرسال قوات دولية؟ هذا لسان الكثيرين يقول الحقيقة. أنا فقط أحاول أن أفكك المسألة لمن يريدون التدخل. طيب نأخذ مشارك. عبد الجبار، مساء الخير. مساء الأنوار أخي صالح. يا أهلا بك أخي صالح. دعوة المملكة الوظيفية السعودية لنشر قوة دولية عسكرية في قطاع غزة بدعم من الأمم المتحدة، تأتي هذه الدعوة المشبوهة بناء على تعليمات صدرت إلى السعودية من ربيبتها الإدارة الأمريكية كما ذكرتم، والغاية القضاء على حركة حماس وكتائبها وتمكين محمود عباس صاحب التنسيق الأمني المقدس مع الكيان الصهيوني بالهيمنة على قطاع غزة. وأقول للمملكة الوظيفية السعودية، سيبوء مسعاكم الخبيث ومسعى الإدارة الأمريكية بالفشل الذريع، وستكون غزة مقبرة للخونة والمرتزقة. وختاما أقول للسعودية، استمروا أنتم في حفلاتكم الماجنة وألعاب الجيم، واتركوا غزة وشأنها، الخزي والعار لصهاينة العرب الذين حذفوا اسم فلسطين من المناهج الدراسية وأحلوا محلها كلمة إسرائيل ويروجون لصالح الحديبية، والسلام عليكم. شكرا لك عبد الجبار. والله العظيم أنا لا أدري لماذا خطر ببالي الآن، طبعا هو مجرد افتراض، ماذا لو كان أحد الصحابة أو الصالحين ما زال الآن في بلاد الحرمين وهو يرى غزة تقف هذه الوقفة التاريخية والمشرفة في صمودها ضد عدو الأمة الأول المحتل الصهيوني، هل كان سيقول
نرسل قوات دولية بعد الحرب، وإلا قال نجيش الآن جيش ونرسله سندا ودعما. فقط سؤال، وياريت اللي ساكنين في بلاد الحرمين ويتابعوني الآن يفكروا في هذا الأمر. فاطمة من السويد. صالح. فاطمة. نعم، السلام عليكم. وعليك السلام، ياريت ترفعي صوتك قليلا، تفضلي. يعني والله شيء مخزي، يعني ما يقدرش ينطق الغزاويين أو حماس أنهم مقاومة، يقاوموا ضد الاحتلال باش يحروا أرضهم، يعني شيء عيب وعار. لكن أنت يعني بصغر فيك أخسار أنك تنتظر شيء من السعودية. السعودية تمشي بالأمر أمريكا في أفغانستان، لما طلبت منهم الجهاد أصبح جهاد في أفغانستان، ولكن في غزة سبحان الله لا. ولكن شيء صالح تأكد منه أن مدام حزب الله وراء غزة، وقال حسن نصر الله أنه أن 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 غزة المقاومة لا تسقط، وبذلك يعني ما تخافش صراحة، إن شاء الله غزة منصورة والغزاويين أو حماس هي ما تحكم غزة. والسلام عليكم. شكرا لك فاطمة. نأخذ عبد الله من تونس، مساء الخير. عبد الله. السلام عليكم. أهلا بك، تفضل. ملاحظة بسيطة في الحقيقة ولكن عميقة شوية. تفضل. هو موقف السعودية هو واضح ومبدئي ومصلحي كذلك مع التطبيع، ومعادي للمقاومة باعتبار أن الأمر. طبعا عبد الله يتصل معنا على الهاتف الاتصال المباشر، نشكره على كل حال. انقطع الاتصال من عندك عبد الله للأسف، سنعود طبعا للمزيد من المداخلات، ولكن دعونا نتابع هذا الجزء الثاني أو المقطع الثاني من حديث أبو عبيدة اليوم، يتحدث فيه على المؤسسات الدولية. نتابع. رغم طول أمد المعركة وبشاعة العدوان، ورغم أننا نقاتل الجيش الأكثر نذالة ودونية ولا أخلاقية في العالم، جيش يستخدم المدنيين كدروع بشرية ويوهمهم بمناطق آمنة ثم يقصفهم فيها، ويقصف البيوت المدنية على رؤوس ساكنيها، ويستبيح المشافي والمنظمات الدولية والمدارس ومراكز الإيواء المدنية، ويتعمد تدمير الآثار والمناطق التاريخية والمساجد والكنائس والمقابر والمكتبات، لأنه يخاف من التاريخ الذي يخبره أنه لا مستقبل للغزاة وأنه سيذهب إلى مزابل التاريخ معهم. كل هذا يحدث على مرأى ومسمع من العالم وعلى شاشات البث المباشر، ليرى العالم من خلال غزة أكذوبة المنظمات الدولية وعجز قوانين حقوق الإنسان المزعومة وعوار العدالة الدولية الانتقائية. طيب نعود للجمهور. طبعا الحقيقة ربما هذه النقطة في غاية الأهمية، الضعف الذي ظهرت عليه المؤسسات الدولية خلال هذا العدوان. صالح مساء الخير. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام أخي. أولاً عودة ميمونة أخي، والله يعني لك وحشة معنا. الله يبارك فيك. وبالتالي يعني الشيء من أتاه لا يستغرب يا أخي صالح، إن أراد العزة عز الله يا أخي صالح. السعودية ماذا قدرت لغزة حتى يعني تدعي أنها تريد بناء قوات أجنبية يعني لغزة؟ وبالتالي يعني هم حاروا في أنهم يدعمونها بالمعكر والمشرب يا أخي، وبالتالي يتركوا غزة وشانها. غزة لها رجال يا أخي، من اعتز بغير الله ذل يا أخي صالح، من أراد العزة أعزه الله، فهمتني؟ وبالتالي يعني اتركوا غزة وشانها. الخليج ماذا، ما الذي قدمه لفلسطين؟ جميل، شكرا لك صالح، أشكرك. هو الحقيقة حتى الحديث على يعني أنا لا أدري، وزير الخارجية السعودي عنده شعور بأن هذا الذي يجري في فلسطين وفي غزة تحديدا يعنيه
كعربي ومسلم أم لا؟ أنا هذا بيت القصيد الحقيقة بالنسبة لأي متحدث عربي رسمي. أنت عندك شعور بالمسؤولية وعندك ألم وأنت تتابع معاناة أهلنا في غزة ولا ما عندك ألم؟ إذا ما عندك زايد الحوار يعني ما في داعي، لن نواصل الحوار. لكن إذا كان عندك شعور العربي المسلم الصحيح، لماذا تتحدث عن قوة دولية؟ أضعف الإيمان تقول قوة عربية إسلامية، نذهب هناك للمساهمة في مدواج جراحات أهلنا ودعمهم ولملمة أوراقهم بعد العدوان ونساعدهم في النهوض، يعني أضعف الإيمان هذا إذا 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 قبلت به المقاومة. لكن أنك تتحدث لي على قوات دولية بما يطرحه الأمريكي والصهيوني، فأنت بالتأكيد لا تربطك بغزة أي مشاعر. يا أخي على الأقل تحدث بمنطق عربي إسلامي، بمنطق النصرة. إذا لم تستطع النصرة الآن، على الأقل قول والله نريد قوات تعيد ترميم بعض الطرقات لتسهيل الحياة بعد العدوان، يعني لأن مسألة إعادة البناء تأخذ وقت. فعلى الأقل تقول والله نريد أن نرسل قوة عربية إسلامية لترميم بعض الطرقات، تسهيل الحياة، إعادة بعض المدارس حتى تعود الحياة إلى مجراها بسرعة. أما أنك تتحدث لي على قوة دولية أو تتحدث على بمنطق أنه لدعم السلطة الفلسطينية، فأنت تكرر إسطوانة الأمريكان بالحرف. بل بالعكس، المحتل لم يعد راضي حتى على السلطة، هي أمريكا هي اللي تدفع بذلك بمنطق أنه لا تعود حماس. يعني أنتم عاملين لي الأمريكان ديمقراطيين في بلادكم، وما يقرره الصندوق يقرره، وجايين في غزة تريدون أن تفرضوا طرف دون آخر. في غزة الصندوق هو الفيصل، الصندوق اختار حماس، وفي المرحلة المقبلة عندما يعني يذهب غبار هذه الحرم سيعود الفلسطينيون للصندوق، لأنهم أكثر حضارة منكم أيها الأمريكان. هذا أكيد، بالتأكيد أخلاقهم في الحرب، أخلاقهم في ظل هذا العدوان تؤكد ذلك، بأنهم أعمق حضارة وحضارة أكثر أخلاق من الصهاينة ومن الأمريكان، كما قال أبو عبيدة وهو صادق في ذلك. قال هذا العدو وهذا جيش الاحتلال أظهر بأنه لا أخلاقيات له، لا يمتلك هو الحقيقة، كلمة لا أخلاقيات ربما شوية عامة، لا يمتلك ذرة من الأخلاق، لم يترك شيء إلا واستهدفه بأي حجة. هذا منطق الغاب، منطق الوحوش، منطق لا يلتقي بالإنسان نهائيا. عندك أخلاق الحروب، أنت المفروض جاي تحارب، جاي تقاتل، قاتلني الند للند، وقاتل بأخلاق راقية. ليش تقتل المدني؟ ليش تستهدف المدرسة؟ ليش تستهدف المستشفى؟ ليش تستهدف الأونروا؟ ليش تستهدف الطرقات؟ ليش تستهدف المزروعات؟ ليش تستهدف المباني بسكانها؟ يا عديم الأخلاق. بينما المقاومة لم يستطع المحتل إظهار صورة واحدة، طبعا كذب، حاول أن يكذب، اغتصبوا النساء وقتلوا الأطفال، لكنه عجز عن إثبات صورة وحادثة واحدة لأنه كاذب. هؤلاء يقاتلون بأخلاق والطرف الآخر فاقد لكل الأخلاق، هذا هو الفرق. ولهذا أقول أهل غزة وأهل فلسطين حضارتهم تعلم هؤلاء الأمريكان والصهاينة ما لا يعرفونه، هذا هو الواقع الحقيقة. وهذه المعركة لها ما بعدها في أبعاد عديدة. يوسف من تونس. سلام سي صالح، ربي يعاونك. يا هلا بيك سي صالح. حتى قوة دولية مش تخش غزة وتحط رجلها فميك، حتى قوة ما تنام تخش إلا برضا المقاومة. القوة مش تخش دولية هذه تضرب لك 40 50 عام استعمار داخلي، ما عادش تنام تخرجها، ما عادش قالك قوة دولية عربية إسلامية مش خشوا كما قلت يحلوا مشاكل غزة ويعاونوها على البناء ويعاونوها على التنمية، نمشي معاك. أنتم كحكام دول عربية ولا ملوك الخليج أنتم جزء من المشكلة، استهموا استخطوا كل منكم أنتم. كيفاش يعني نقل فيكم الثقة؟ أنتم مكانكم تكون بجنب المقاومة، تقاوم جنب المقاومة، مش تدافعوا على المقاومة، بيستاندوا في اليهود وتاندوا في إسرائيل وتاندوا في الصهاينة، سنتوها بكل صفة وكل حاجة تخلقت في الدنيا سنتوها بها. احنا كبشرية دول عربية وكدول إسلامية وكشعوب إسلامية وكفلسطينيين ما عندناش فيكم ثقة، بالعكس أنتم تكونوا جزء واقفين بجنب المقاومة، مش نقلوا فيكم الثقة. شو هو حكومة دولية؟ كيضرب لك شو قال لك بك
الجيش اللي قاعدين يحاربوا في اسرائيل هم مش يخشوا لاسرائيل والغزه وهم مش يحكموا في غزه وهم هيك الحكومه الدوليه شو يخرجها بعتالي. شكرا لك يوسف من تونس اشكرك. مريم من الجزائر عن طريق الواتساب تقول رجاء لا تستهينوا بقوة المقاومة العربية في فلسطين واليمن والعراق ولبنان وسوريا إنها تزداد قوة يوما بعد يوم. لا أحد يستهين بها يا مريم. أقسم بالله العظيم أن الكيان الصهيوني يترنح، لا داعي للقسم بالله عليكم. يعني المشاركات تكون دائما هي تعبير عن رأي ولا داعي للقسم حتى يكون للتعليقات الحقيقة معنا وبعيدا عن القسم وما إلى ذلك. أم صفوة تقول بعد 275 يوم من العدوان ما زال المطبعون أو من هم على طريق التطبيع مثل الطرشان في الزفة بلا قيمة أو وزن دولي، مشغولون بمهرجانات السفاهة أو بفتح جسر بري لدعم المحتل، والآن يدعمون مشروع إرسال قوات دولية لغزة تسير بأوامر نتنياهو كما تقول أم صفوة. الشيخ عمر من المغرب يقول نحذر صناع القرار والسياسي من جر المغرب إلى المغامرات بعض أمراض نفوس. عفوا يا شيخ عمر لا أدري أنت شيخ، أرجو أن تكون كذلك، لكن لغتك الحقيقة غير مترابطة وغير سليمة. ياريت تتراجع ما تكتب قبل أن ترسل به إلينا حتى نستطيع عرضه وفي الموضوع لو سمحت، حتى ما يكون حديث جانبي تريد إرساله عن طريق هذا البرنامج. ابتسام عياد تقول المقاومة صامدة وتدافع عن أرضها وشعبها قابضة على الجمر، وفي نفس الوقت يحاول المطبعون الأشاوس إلقاء طوق النجاة لهذا المحتل المجرم بتقديم اقتراحات إدخال قوات أممية لحماية سلطة أبو مازن، ولكن غزة كانت وستبقى عصية على الغزاة وداعميه. أبو أنس مساء الخير. مساء الخير، السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام. تحياتي لك وبرنامجك الكريم. أخي صالح، أولاً يعني من المعيب انه دولة الحرمين السعودية انه عبر المحافل الدولية وإلى آخره تكون توقف ضد الشعب الفلسطيني وتأيد هذا المشروع الصهيوني الأمريكي هو إرسال قوات دولية. وضيفة الكريم قبل بالسيد يقول لك فصائل متناحرة، يعني عيب هذا الحديث. المقاومة الفلسطينية أثبتت أول شيء هي صاحبة حق وصاحبة أرض وعم تدافع عن الشعب الفلسطيني وهذا حق مشروع. أبو أنس شكرا لك، يبدو انقطع الاتصال من أبو أنس من المصدر. يا أبو أنس سنعود طبعا لاستقبال رياض من ليبيا وآخرين، ولكن قبل ذلك نعود لمتابعة هذا المقطع الثالث من كلام أبو عبيدة الناصق باسم كتائب القسام، ويتحدث فيه عن رفض وجود أي صهيوني في القطاع، لا عرب عسكرية ولا أقل من ذلك ولا أكثر. نتابع. على مدار 9 أشهر كاملة بفضل الله تعالى قاتلت كل كتائبنا 24 وكل أسلحة الدعم القتالي من أقصى بيت حانون شمالاً إلى أقصى رفح جنوباً، ومعنا فصائل المقاومة إخوة ورفاق السلاح والجهاد، وخاضت كتائبنا ملاحم وجولات متتالية ولا تزال، فكان أداء مجاهدينا في كل مرة يتقدم ويتطور ويتعاظم، بل يثخن مجاهدون الجراح في العدو أكثر ويستفيدون من تجاربهم في كل مرة. وقد قدمنا الشهداء الأبرار من الجنود والقادة من كافة المستويات، لكن الراية لا تسقط ولن تسقط بإذن الله تعالى وعونه. وها هم مجاهدون يقولون للعدو في كل يوم ألا مكان في غزتنا الأبية لا لناقلة النمر ولا لجنود مرتعدين مجهزين بأحدث تكنولوجيا حربية ولا لمرتزقة يقاتلون بالأجرة في معركة خاسرة ولا لقوات تتحصن في البيوت كاللصوص ولا لضباط يختبئون خلف المدرعات. كلهم سيرحل قتيلا أو مصابا أو هاربا مذعورا بإذن الله تعالى. نأخذ مداخلة من رياض من ليبيا. مساء الخير. حالك يا أستاذ صالح، شن أخبارك؟ يا أهلا بيك، تفضل. بالله تحياتي للبطل أبو عبيدة والمقاومين اللي معاه، وإن شاء الله يسامحنا هذا أول حاجة لأنه إحنا مقصرين الحق.
طيب، فيما يتعلق بموقف المملكة العربية السعودية من نشر قوى الدولية في غزة، تعليقك وبسرعة لو سمحت. بالله يا صالح، تو سامحني، سواء السعودية ولا غيرها، يعني هي ما تشوفش اللي صاير في الضفة، خلينا تو من غزة، يعني بإدارة قوات، شنو بي، ما بيستوطناها زي ما صاير في الضفة يا صالح. نيرا والله ما عاد لينا قيمة، الحكام اللي عندنا خلوني في أسفل السافلين يا صالح. تو مش جايب أنت موضوع المغرب. يعني الشعب المغربي يعبد لي في الملك عباده، مهما يدير واقف معاه. قصدي كيف تبيه يحول التطبيع وهو الوقف الشعب واقف معاه يا رجل؟ ولمس انت جايب على انقلاب مصر، ومصر راقدين، وتو المحلات يسكروا من الساعه 10 في الليل للساعه 7. الشعب والله يا استاذ صالح، الشعوب لها دور كبير الحق. يعني والله اللوم على الشعوب الله مهما كان. يعني المغرب الملك المغرب مهما يبي يدير يا طب راجل. دعنا 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 في يعني تناولناه موضوع المغرب لو سمحت رياض. فيما يتعلق بالسعوديه، السعوديه اذا جاءك احد المقربين من السلطه وقال لك بان هذا الموقف هو رغبه في حمايه اهلنا ليس الا، بماذا ترد؟ يا صالح اهل شني بالله عليه، كيف هم يقولوا على حماس ارهابيه، وقناه العربيه عندهم تقول جابوا واحد فلسطيني يا راجل قال لا يوم النكبة، هذا لما بدوا فيه حماس. قصدي هم لا شاعرين باللي حسوا فيه في السجون الإسرائيلية، ولا الظلم اللي يتعرضوا له كل يوم. قصدي كأن الضفة جنة عندهم. تم السعودية صالح وما دول الخليج والله ما يشبحوا لها بكل، والله ما يحق جلدك الله ظفرك الله. شكرا لك يا صالح رح. والله هذه رأيي. أشكرك رياض من ليبيا، شكرا لك. عبد العظيم من الأردن يقول السعودية تعاون إسرائيل على احتلال فلسطين منذ نشأتها، واليوم تعلنها صراحة في التعاون مع العدو، وهذا التصريح من وزير الخارجية السعودي تأكيد على ذلك كما يقول. أحمد علي ناشر من اليمن يقول إذا الرياض تدعم كل شيء يغضب الله في الرياض، فماذا تتوقعون من القوة التي تدعمها الرياض؟ رشيد من المغرب يقول المقاومة تعتمد على قدراتها الميدانية، كما قال أبو عبيدة هناك آلاف المقاومين في انتظار دورهم، أما الموقف السعودي بنشر قوة دولية إنما هو ضغط غربي وأمريكي للتغطية على هزيمة الجيش الصهيوني الذي فشل فشلا ذريعا في الميدان. موسى نصر من الأردن يقول لم يستطع الصهاينة هزيمة حماس، لذلك أخذ المنبطحون العرب والمتحالفون مع الصهاينة أن يلعبوا لعبتهم الحقيرة لإرسال قوة لغزة، خاب ظنهم لأن غزة بها مقاومين أبطال يقررون مصير بلادهم. سنعود طبعا في الساعة الثانية لعرض المزيد من المشاركات عن طريق الواتساب واستقبال أيضا اتصالاتكم، ولكن الآن نتوقف مع هذا الفاصل الإخباري. نبدأ كالعادة من غزة. في اليوم 75 بعد 200 لهذا العدوان الصهيوني الأمريكي، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 38,153 شهيد حتى اليوم، و 87,828 مصاب، وما زال كما تعلمون أعداد كبيرة من هؤلاء المصابين لا يستطيعون حتى مغادرة قطاع غزة للعلاج في دول الجوار. بسلامتها مصر ما شاء الله عليها، المعابر إما المفتاح مغلق وإلا المعبر عند المحتل. ومصر هذه الدولة العظيمة الضاربة في التاريخ اللي هي لا تستطيع، المفروض لا تلتفت للمحتل نهائيا ولا تعطيه أي قيمة، صارت تتحرك بما يرضي المحتل، صدق ولا تصدق. لا يدخل إلى غزة ولا يغادر منها إلا من يوافق عليه المحتل، ومصر صامتة. لا يدخل عدد من الشاحنات يوميا إلا بإذن المحتل، ومصر صامتة. احتلت معبر رفح واحتلت محور فيلادلفيا، ومصر صمت القبور كالعادة. هذا نقوله للتاريخ، لأن البعض الحقيقة بعضنا أو كثير منا ينسى بسرعة. لا يجب أن ننسى هذه المواقف المصرية المخزية، ومعها طبعا المواقف العربية. جهود وقف الحرب، وفود إسرائيلية وأمريكية في مصر الآن، والقاهرة تشدد على ضرورة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في القطاع. طيب، لا أدري من يستمع إلى مصر. أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر ستستضيف وفوداً إسرائيلية وأمريكية لمناقشة القضايا العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار
المحتمل في قطاع غزة، وذكر المصدر أن هناك مشاورات واتصالات مصرية مع حركة حماس في إطار هذه الجهود المبذولة لإنجاز اتفاق التهدئة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين. إلى الضفة المحتلة الآن، قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا خلال عمليات اقتحام واسعة، كل يوم كل يوم اعتقالات في الضفة كل يوم. طبعا المقاومة في غزة وكذلك في الضفة إذا ما أتيح لها المجال لأسر أي جندي لن تقول لا بالتأكيد، وأتيحت لها بالتأكيد فرص، وسنعرف بعض الخبايا ربما بعد توقف هذا العدوان، لكن المحتل لا أحد يتحدث عليه. لا، لاحظ الآن الأمريكي المفروض يقول أيها المحتل كف يدك، وقف على الاعتقالات على الأقل حتى تظهر بوادر حسنية بأنك حريص على وقف هذه الدوامة، لكن الأمريكي لا يتكلم لأنه جزء من هذه المحرقة. نعم، الأمريكي جزء أصيل فيما يجري. آلاف الآن في المعتقلات في سجون الاحتلال في هذا في الضفة فقط منذ بدء العدوان على غزة. إلى السودان الآن، طبعا مصر لها جهد في وقف الحرب هناك، لا ندري هل تفلح أم لا. في مؤتمر معا لوقف الحرب، السيسي يستقبل وفدا سودانيا بحضور سعودي إماراتي قطري. استقبل الرئيس المصري وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية الذي تستضيفه القاهرة لبحث مخرج للأزمة ووقف الحرب في السودان. شدد الرئيس المصري على أن مصر لن تألو جهدا ولن تدخر أي محاولة في سبيل رأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية. إلى اليمن الآن، انتهاء مفاوضات مسقط دون التوصل لصفقة تبادل الأسرى. يريد يعني الحوثيين أيضا يتعاونوا شوي، موقفهم فيما يتعلق بغزة الحقيقة محل إشادة من المنطقة العربية برمتها، لكن مواقفهم الداخلية ما تزال متصلبة. يريد يكون عندهم أيضا يد حنونة في الداخل اليمني. اختتمت الجولة التاسعة من المفاوضات اليمنية بين الحكومة المعترف بها دوليا وميليشيا الحوثي المتعلقة بالأسرى والمختطفين المنعقدة في العاصفة العمانية مسقط برعاية الأمم المتحدة. قالت وزارة حقوق الإنسان، وكيل وزارة حقوق الإنسان المتحدث باسم الفريق الحكومي المشارك في المفاوضات ماجد فضائل، إن المشاورات حققت بعض الاختراقات المهمة في ملف المختطفين والمخفيين قصرا خلال فترة انعقاده التي انطلقت الأحد الماضي. بعد الفاصل نتحول إلى جنوب لبنان. تصعيد من حزب الله عقب اغتيال عدد من قادته في الأيام الأخيرة، ما هي اتجاهات المواجهة في الفترة المقبلة؟ هل تتسع دائرة الحرب؟ هل برأيكم المحتل يخاف، ونؤكد على كلمة يخاف ويخشى، يخشى توسيع دائرة الحرب؟ نعود لهذا السؤال بعد الفاصل.